ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا ومرحبا بكم طلابي الأعزاء في مدارس المجد الأهلية المرحلة الثانوية، معكم الأستاذ حسين صلاح. درس جديد من دروس الفيزياء الأسبوع الثامن، الفصل الثالث، الذرة. أهداف الدرس: الهدف الأول أصف تركيب الذرة. الهدف الثاني أقارن بين حالة الاستقرار وحالة الإثارة. الهدف الثالث أقارن بين طيف الامتصاص وطيف الانبعاث الذري. قبل ما نبدأ الدرس، في تجربة استهلالية للعالم ريذرفورد عن الذرة. ماذا فعل ريذرفورد؟ استخدم النموذج السابق له، ونموذج فطيرة الخوف الخوخ، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر. العالم ريذرفورد استخدم فطيرة الخوخ كما قال قبله تومسون، لكنه قال إن الذرة تحتوي على جسيمات موجبة الشحنة تنغمس فيها إلكترونات سالبة الشحنة. هذا ما وصفه ريذرفورد. استخدم فطيرة الخوخ، نموذج فطيرة الخوخ الذي قال عليه تومسون، ولكن عمل تجربة، أول من قام بعمل تجربة على الذرة هو ريذرفورد. استخدم شريحة الذهب وسلط عليها جسيمات ألفا أو أشعة ألفا، واستقبل الصورة على فيلم حساس. استخدم شريحة رقيقة لتكون الذرات متراصة مع بعض. عندما سلط أشعة ألفا وجد أن جسيمات ألفا معظمها ينفذ، وجد أن معجم جسيمات ألفا ينفذ وبعضها يرتد وبعضها ينعكس. اصطدام جسيمات ألفا أو نفاذها دليل على أن معظم حجم الذرة فراغ. اصطدامها أو ارتدادها نتيجة اصطدامها بالنواة، أول من اكتشف وقال أن الذرة تحتوي على نواة هو ريذرفورد، وهو مكتشف النواة. النفاذ دليل على أن معظم حجم الذرة فراغ. ننتقل إلى الهدف الأول، أصف تركيب الذرة. قبل أن أصف تركيب الذرة نأخذ بعض النماذج عن تركيب الذرة، تجربة ريذرفورد كما رأينا. تجربة ريذرفورد، سلط ريذرفورد أشعة ألفا أو جسيمات ألفا على شريحة رقيقة من الذهب، فوجد الآتي: وجد أن معظم جسيمات ألفا تنفذ. سبب النفاذ هو أن معظم حجم الذرة فراغ. وجد أيضا أن بعض جسيمات ألفا ترتد وبعضها ينعكس. سبب الارتداد والانعكاس هو اصطدامها بنواة الذرة، اصطدامها بجسيم موجب الشحنة سماه نواة الذرة. تلخيصا لما قاله ريذرفورد، أن الذرة تحتوي على جسيم موجب الشحنة سماه ريذرفورد النواة، وإلى الآن نمشي عليه، وتتركز في هذه النواة معظم كتلة الذرة. انتقلنا بعد ذلك إلى تجربة أحدث ونموذج أحدث من تجربة ريذرفورد، وهي تجربة العالم بور، أو يقولون في بعض الكتب العلمية بوهر، نموذج بور الذري. استخدم نموذج بور أو العالم بور استخدم ذرة الهيدروجين في دراسة الأطياف الذرية، أطياف الانبعاث، هنتكلم عنها بعد ذلك. ليش استخدم بور طيف ذرة الهيدروجين ولم يستخدم الأطياف الأخرى؟ وهذه من عيوب نظرية بور، أنه استخدم بس فقط ذرة الهيدروجين لأنها أبسط الذرات، لأن ذرة الهيدروجين أبسط الذرات. عندما خرج درس طيف الانبعاث من ذرة الهيدروجين وجد ظهور أربع ألوان من ذرة الهيدروجين، وهي ألوان الطيف زائد البنفسجي، أو الألوان الأساسية زائد البنفسجي، أحمر أخضر أزرق زائد البنفسجي، هذه الألوان اللي ظهرت. فقال بور أن الذرة تحتوي على نواة يحيط بها كما قال ريذرفورد، يحيط بها إلكترونات في مستويات طاقة عددها سبع مستويات. تركيب الذرة، تتركب الذرة ما وصلنا إليه من نواة يحيط بها إلكترونات في مدارات محددة كما قال بور. النواة تحتوي على بروتونات
وتحتوي أيضا على النيترونات. البروتونات موجبة الشحنة والنيترونات متعادلة الشحنة. ملاحظة مهمة جدا أن كتلة البروتون تساوي كتلة النيترون، وكتلة البروتون والنيترون لو بروتون واحد قسمناه ل 1840 قطعة، كل قطعة تساوي الإلكترون، معنى ذلك أن كتلة الإلكترون منعدمة. وهذا ما قاله العالم ريذرفورد أن معظم حجم الذرة فراغ لضئل كتلة الإلكترون. النواة موجبة الشحنة، احتوائها على بروتونات موجبة الشحنة. الإلكترونات جسيمات سالبة الشحنة تدور حول النواة. هذا هو وصف تركيب الذرة. ننتقل إلى الهدف الثاني، مقارنة بين حالة استقرار الذرة وحالة الإثارة. نواة الذرة حولها كما قال بور سبع مستويات للطاقة. حالة الإلكترونات في الذرة، إما أن يوجد الإلكترون في حالة استقرار يعني في أدنى مستوى طاقة، قد يكون أدنى مستوى طاقة الإلكترون هو المستوى الأول أو المستوى الثاني أو المستوى الثالث، المهم الإلكترون لم ينتقل إلى مستوى أعلى. فحالة الاستقرار حالة تكون فيها الإلكترونات في أقل مستوى طاقة. أما حالة الإثارة تنتقل الإلكترون من مستوى إلى مستوى أعلى، فيكون في مستوى طاقة أعلى من مستوى الذي هو فيه. مقارنة بين حالة الاستقرار وحالة الإثارة، وجود الإلكترون في أدنى مستوى تسمى حالة الاستقرار، وفي مستوى أعلى تسمى أعلى من مستوى تسمى حالة الإثارة. الهدف الثالث، أقارن بين طيف الامتصاص وطيف الإنباع. طيف الامتصاص إذا انتقل الإلكترون من مستوى إلى مستوى أعلى كيف ينتقل؟ لابد أن يكتسب كما من الطاقة من مستوى إلى مستوى طاقة أعلى، لابد أن يكتسب كما من الطاقة. هذه الطاقة تسمى طاقة الامتصاص، فيسمى في هذه الحالة طيف الامتصاص، بشرط أن تكون الطاقة التي يمتصها الإلكترون تساوي فرق الطاقة بين المستويين أو أكثر، لكن لا تقل عن طاقة فرق الطاقة بين المستويين، ويسمى ذلك طيف الامتصاص. هل يبقى الإلكترون في مستوى أعلى؟ لابد أن يرجع الإلكترون من مستواه الأعلى إلى مستوى طاقة أدنى، فيبعث كم الطاقة الذي اكتسبه، فيسمى ذلك طيف الانبعاث. إذن للمقارنة بين طيف الامتصاص وطيف الانبعاث، طيف الامتصاص عبارة عن مجموعة مميزة من الأطوال الموجية تنتج عند امتصاص الغاز طاقة، عندما يمتص الغاز طاقة، وهي تظهر عند انتقال الإلكترون من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى. أما طيف الانبعاث مجموعة أو ضوء ينبعث عندما ينتقل الإلكترون أو من الأجسام الساخنة في مدى معين من الترددات، وتظهر عند انتقال الإلكترون من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى. مهمة جدا المقارنة بين طيف الامتصاص وطيف الانبعاث. الشرط الرئيسي أن تكون فرق الطاقة بين المستوى الأعلى والمستوى الأدنى هي نفس طاقة الامتصاص، أو فرق الطاقة بالمستوى الأدنى والطاقة الأعلى هي نفس طاقة الانبعاث. قارنا بين طيف الامتصاص وطيف الانبعاث الذري. ننتقل إلى حساب طاقة الإلكترون في المستوى. بس قبل ما نحسب طاقة الإلكترون في مستوى الذري، ندرس بعض الأطياف الذرية المنبعثة من الذرات. طيف الانبعاث الذري، مجموعة من العلماء درسوا طيف الانبعاث الذري، فقالوا إن إذا انتقل الإلكترون من أي مستوى أعلى إلى المستوى الأول اللي هو N تساوي واحد، عدد الكم الرئيسي N تساوي واحد، تظهر سلسلة من الأطياف الذرية المنبعثة تسمى سلسلة ليمان. وسلسلة ليمان لها طاقة كبيرة وتردد كبير وطول موجي قصير، فهي عبارة عن موجات فوق بنفسجية كما درسنا قبل ذلك. السلسلة الثانية إذا انتقل الإلكترون من أي مستوى أعلى إلى المستوى الثاني شرط، فتخرج سلسلة من الأطياف من الأضواء الملونة والخطوط الملونة، فتسمى سلسلة بالمر، وهي عبارة عن ضوء مرئي ألوان الطيف السبعة. إذا انتقل الإلكترون من أي مستوى إلى المستوى الثالث، ينبعث
شرط أن يكون إلى المستوى الثالث، ينبعث طاقة، ينبعث طاقة، هذه الطاقة طاقة منخفضة وتردد منخفض وطول موجي كبير تسمى سلسلة باشون. وسلسلة باشون عبارة عن موجات تحت حمراء لأن طاقتها منخفضة وترددها منخفض وطولها الموجي كبير. هذه مجموعة من الأطياف الذرية، أطياف الانبعاث، مجموعة من السلاسل يهمها تعرف ليمان فوق بنفسجية إلى المستوى الأول، بالمر ضوء مرئي إلى المستوى الثاني، باشون تحت حمراء إلى المستوى الثالث. كيف نحسب طاقة الإلكترون في المستوى أو طاقة المستوى الذري؟ طاقة المستوى الذري حسبوها العلماء بالقانون energy تساوي سالب 13.6 على N تربيع، حيث N رقم مستوى الطاقة، ووحدة الطاقة في هذه الحالة إلكترون فولت وليس جول. فنحسب مثلا طاقة المستوى الأول، إيه طاقة المستوى وإن رقم المستوى. نأخذ طاقة المستوى الأول سالب 13.6، أعود على N بواحد تربيع يطلع سالب 13.6 إلكترون فولت. نحسب طاقة المستوى الثاني سالب 13.6 على 2 تربيع رقم المستوى تربيع يطلع سالب 3.4. إذا انتقل الإلكترون من المستوى الثاني إلى المستوى الأول يبعث كما من الطاقة وليس يمتص، يبعث. هذا الكم نحسبه من فرق الطاقة بين المستويين الأعلى ناقص الأدنى، الأعلى اللي هو سالب 3.4 ناقص 13.6، تطلع فرق الطاقة بين المستوى الثاني والأول 10.2 إلكترون فولت. نشكر لكم حسن الاستماع وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد رمز للعلوم ومفخرة، بين النجوم وفي القلوب موقرة، أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرة. قلم الحياة هناك يعرف مجده، والفكر والقلب